تمام يا باشا. خدت بياناته؟ قول والله العظيم اقول الحق. والله العظيم اقول الحق. انت علاقتك بناصر جمعه واحمد سيد وعبد الله وعبد الرحمن ومحمد شحاته وفرحات وسيد فرحات محظوظ حضرتك ومحمد صلاح وحمد عبد الهادي ايه؟ محمد صلاح محظوظ. طب جنائي الله يرحمه. اللي هو توفى جيم، انا شقيق محمد صلاح او المرحوم محمد صلاح. طب وايه علاقتك بحمد عبد القادر؟ تخيل. محمد عبد القادر خال، وعلي عبد القادر وعلي خال، وعاطف ايه؟ خال. وعاطف ابن خال، ومصطفى محمود تمام. خلا عماد حمد. ابن خال مين؟ ابن خلا عماد حمد. مين عماد حمدي ده؟ عماد حمد عبد الهادي. لا انت علاقتك بيه مصطفى؟ مش عارف ابن حمد. ايه؟ مش عارف ابن حمد. هو كان جاي ابن اي يعني خالي. جارك صاحبك لا ده هو ابن خالي. ابن خالي. لا ده ابن خالي. طب ابن قريب، خالي. قريب ابن خالي مصطفى، قريب ابن خالي. طب وعمرو؟ وعم ابن خالي عنه. وعمرو ابن خالي، تمام. وسناء عويس، ابن خالي. وسناء عويس بنت لا لا خالي. سناء عوز ابن خالي وانتوا عنه. لي لموكم مع بعض اللمه دي كلها دي ابن يعني. خالي عنه. ايه؟ ابن خالي. مين؟ ابن خالي. مرات، مرات خالك؟ مرات خالي. طب وهند؟ ابن خالي اللي هو بنت انا اعرفه. خالي. ماشي. طب وناصر؟ ناصر هند. عبد الله واخد بنت يا خالي. رابلك انت ايه، سيبك من هند، انت ناصر مش ما هتجيب لي يغبطش. ايه؟ ايه؟ ناصر ما يغبطش. لا ده ابن خالي. مش لازم يا رابلك يعني، جارك صح؟ ايه؟ وناصر جمعه جاري، واحمد سيد فرحات، واحمد سيد فرحات جاري، وعبد الله ناصر جيران، وعبد الرحمن، عبد الرحمن محمد عبد الرازق، نفس الشارع. عبد الرحمن من نفس الشارع، محمد شحاتة واخد بنت عم ناصر. واخد مين؟ بنت عم ناصر. من نفس الشارع برضه، من نفس الشارع. وفرحات، فرحات بن عم سعيد. نفس الشارع برضه. وفرحات برضه من نفس الشارع. فتحي بن حداد. وسيد يبقى ابو فرحات صح؟ فتحي بن خلاص انا حداد. حفظت. ماشي، ما معلوماتك وعلى ما تشهد، احكي لي ايه اللي حصل يا عم؟ اللي حصل حضرتك ابويا اخوك اللي انا اللي هو توفى. متوفى الله يرحمه وصحبه الكل. بيتكلم مع خالد. بيقول له خلاص يا خالد جوه البيت. بيتكلم مع مين؟ مع خالد. بيقول له جوه البيت. مع خالد ده اللي هو مين؟ خالد ده ايه؟ حمدي عبد القادر. اللي هو حامد خاله مش خالد. اه ماشي ماشي حمدي ماشي عبد بقى. القادر. طيب راح بيقول له جوه البيت يا خالد والكلام ده. جيم اللي حصل، محمد اخويا الله يرحمه، جوه البيت. ثواني ثواني بالراحه، بس كان بيتكلم مع مين؟ مع خالد. جوه البيت يا مع خالد. خالي، اول ما سمع خاله اللي هو مين ده؟ حمدي عبد القادر. خاله اللي هو حمد عبد القادر. اه بيقول له ايه بقى؟ بيقول له لا ايه؟ قدام البنت بنت عبد الله يعني. يعني ايه قصه البت دي؟ القصه بنت كانت عندها بتاع ده اول حضرتك. البت دي اللي هي بت مين؟ بنت عبد الله. قدام البنت يا خالي وعندها بتاع ده هي اول. مالها؟ كان في هي كانت كان عندها بتاع ده اول وكانت موجوده فين عشان اقول له اديها عند لها؟ خالي. عند كانت خالد موجوده عند خالي. دي طريقة. دي طريقة عبد الله. اللي هي مين فيهم؟ هند. هند. اه تمام. طريقة عبد الله. تمام. وكل بقى ايه تقول واحد وبنت واحد وبنت راح كتبت ايه؟ ثواني كتبت اللي ايه؟ حصل ان محمد اخويا الله يرحمه كان بيتكلم مع خالد محمد عبد الله. عشان يرجع البنت، اسمها ايه البنت؟ بنت صغيرة. اه يرجع بنته اللي هي امها هند. هند امها هند. ايوه اه اللي هي امها هند. ماشي. واحد ايه الكلام ده وقعدوا على خالد طلبوه. وحصلت، حصلت مشاجرة كان أطرافها مين؟ هند. طب مين اطراف الخناقه دي؟ يوه. ايه؟ احنا ولا الاثنين؟ لا انا كنت انا واخويا. وكنت انا كنت فيها انا واخويا محمد ومين مش تاني؟ ابويا. اسمع بس دلوقتي، قامت خناقه، مين طرفيه بقى؟ الخناقه عند عبد الله. كنت انت ومين؟ انت واخوك؟ كنت انا واخويا والكلام ده بيقول لنا اول اي انت واخوك ومين تاني؟ انا واخويا وياسر و كنت انا واخويا محمد ومين؟ ياسر وعلي عبد القادر. مين ياسر ده؟ ياسر يا ابني بص، انت حكيت لي قصه اسم الجيزه كله. كان مين طرف الخناقه؟ كنت انت ومحمد الله يرحمه، مين تاني؟ وعاطف. وواحد اسمه عاطف. ومصادره اتوقع انا واخويا محمد صلاح وياسر وعلي عبد القادر. وعاطف. مش كده بقى؟ طب الطرف الثاني كان مين؟
ناصر و والطرف الثاني كان ناصر. وعبد الله ناصر ايه؟ ناصر جمعة ناصر جمعة. ومين تاني؟ وعبد الله وعبد الله ايه؟ وناصر جمعة عبد الله ده ابنه، وعبد الله ابنه اللهم صل على النبي وأحمد سيد واحمد فرحات سيد فرحات. وفرحات سيد ومين؟ فرحات سيد وفرحات سيد. ماشي. وطارق سيد وطارق سيد. ومسيد كان وعبد سيد كان عبوس اللي هو سيد فرحات ده، وسيد فرحات بس محمد شحاتة. محمد شحاته. ايه بقى اللي حصل في الخناقه دي؟ قعدوا البنت فوق البيت ايه؟ قعدوا البنت فوق البيت بعد ايه؟ يعني حضرتك ومش عارف كان في تربيطة كده كان في ايه؟ كان في تربيطة تربيطه بين مين ومين التربيطه دي؟ محمد وعباس تربيطه على ايه؟ يعني كل شوية مشاكل مع البنت حضرتك ولما لسه كان خايف ايوه. يعني مين ضرب مين في الخناقه دي؟ مين ضرب مين في الخناقه دي؟ وراح ناصر. ناصر ضرب اخويا محمد بالكرسي. ضربه فين بالكرسي؟ على دماغه. وبعدين ايه اللي جرى لمحمد؟ هو شديد اخويا وانا شديت. وانت اللي في الفيلم بقى في الفيديو لما شديته من الارض؟ وحتى كتبت عنه حد جديد وكتبت بس الصورة بقى بعيد كده وراحت الطبعة وديته فين بقى؟ موجودة مع ربي ايه؟ والدتي موجودة انت وديت اخوك فين لما طلعت شديته؟ عند خالي عند خالي عم لما وقع محمد انت شديته طلعت وديته عند فين؟ خالي ودي فوق اسمع بس بالراحه، شديته من الخناقه وديته فين؟ طلعت فوق فوق فين؟ عند خالي وانا وبعد ما طلعته عنده بعد كده شوية بعد كده شفت أخويا ورحت عشان أرد القصر قال لك لا مش عايز أروح مش عايز أروح أنا عايز أنام أنا عاوز أنام ده وش طاير على السرير قال لك لا مش عارف أنا عايز أشرب مية بعد كده خدناه خدناه ونزلناه وطلعته فوق عند خالي وحبيت اوديه المستشفى ما رضيش. نزلناه الشنك وراح جلد كنت تنزله وموديه فين؟ عشان وقفت قلت لك عشان أرد القصر راح زحني وقال لي وقف أنا كويس الحمد لله وراح زحني كده وقت ده كده كنت معايا ووديته هو ايوه. بعد ما زقك يعني عملت ايه؟ طلع عند خالد تاني فوق طلع على رجليه طلع على كده عند خالد فوق وما رضيش يركب التوك توك ومفيش يركب التوك توك وطلع فوق رجع تاني مكانه عند خالك. عند خالي. وبعدين قال لك انا عاوز اتغطى ساعات انا عاوز عايز اتغطى ايه؟ عاوز اتغطى في البطانيه هتغطى بردان يعني. ساعات عمال وانا خلصت منه كده عشان عشان اطلعها من الشلاله ايه؟ في الكوب بتاعنا اه في الكوب بتاعنا عشان اروح اول خطوه قعد الشم شويه كده وبعد كده شلناه واحنا طالعين بعد كده حطيت والدي قال لي كده روح البيت الكبسه وانا ايه؟ اروح طيب تمام وقت انا ايه؟ وقت رحت مروح رجلت على شغل الصبح وقت على شغلي مش عارف كنت شغلي وقت على شغلي بعد كده ايه؟ لقيت والدي بتسافر فلا اخوها يعمل عملية اصل الساعة 2 ده تاني يوم الكلام ده ولا في نفس في اليوم؟ نفس اليوم وفي نفس الساعة اليوم الساعة 2 2 بالليل ودوه قدم الحساب القصر على العيني ومات هناك. ومات الأصل هناك سين. وما قصد المتهم الأول من التعدي على شقته. شد حيلك يا وكان ناصر لما ضرب أخوك بالكرسي على دماغه كان عايز إيه؟ كان عايز يموته ولا كان عايز يضربه بس؟ ايوه. كان قصد يموته ولا كان قصد بس يعوره؟ كان في تربيط قبل كده حضرتك كان ايه؟ في الشهر 5 اللي فات السنه اللي قبل اللي فاتت طب يا احمد خليك معايا بس جاوب على اسئلتي. بقول لك ناصر لما ضرب اخوك بالكرسي على دماغه كان قاصد يعوره في دماغه ولا يموته؟ هو كان قاصد ما تتكلمش. ايه؟ كان قاصد يموته وهو تعب ليه؟ هو كان عايز يموته. سين. ما هو لسه مش هنسأل. سين. انا فضل مساء من الاول متعدى على سين. هو بدايه ظهور المتهم في المشاجره. انت حضرت الخناقه دي يا احمد؟ ايوه حضرتك. طب احكي لي بقى امتى ظهر ده على الخناقه لحد ما ضرب اخوك؟ ايه اللي كان حصل؟ محل الكشري حضرتك عنده كان في السفريه بتاع مين محل الكشري ده؟ مصر
ايوه ثواني ثواني، قبل ما يمسك الكرسي تمام. هو كان جوه المحل مثلا وشاف الخناقه وخرج ولا ايه اللي حصل؟ لا هو عارف ان في خناقه، وهو كان واقف، كان واقف هو كان واقف قدام محل واقف الكشري بتاعه، هم اللي حركوه عليه وخدوه. ولما قامت الخناقه عمل ايه بقى؟ ايه؟ ولما قامت الخناقه عمل ايه؟ لا قعد يحدفوا ازايز بقى وطوب والكلام ده، وقعد هم قعدوا يشتموا. حدفوا ازايز وطوب. ها قعد يحدفوا ازايز وطوب، وراح قبض فيها بالكرسي في دماغه. وهو رفع الكرسي، كرسي ستانلي ستيل ايه كده بتاع كرسي الكشري. ستانلي السيم بتوع اللي هو المحلات الكشري، وضربه على دماغه. وده مش المنطقة كانوا اصبر بيقولوا اصبر فيها سين، وما موقف كل من المتهم والمجني عليه قبل التعدي. اسمعني بس يا احمد، وموقف قبل التعدي، يعني قبل ما يضربه على دماغه، حصلت مثلا شتمه، الثاني حاول يضربه، ايه؟ مين اللي ما شتمش؟ امال اشمعنى، طب اشمعنى ناصر نقى اخوك تحديدا؟ اسمعني بس، يعني انت بتقول اطراف الخناقه 500 واحد شغالين، سميت انت نرجس وذهب ومش عارف ايه القصه، اشمعنى ناصر اختار اخوك بالذات عشان يضربه بالكرسي؟ هقول لك ليه بقى؟ وقول لي بقى ليه؟ عشان كان كده وكده وكده، ايه بقى التربيطه اللي انت بتقول عليها دي؟ التربيطه قالوا حاسس ان حد معطلها محمد تعالى اعملها معايا. مين اللي بيقول لي التاني؟ بيقول لي مين؟ كان بيقول لي محمد عبد الله الله يرحمه المتوفى ده. او حاسس ان اي حاجه معطله تعالى اعملها عبد الله معايا. ده اللي هو مين؟ ابنه اللي هو ابنه. تمام؟ قالوا لا ما نقصش. راح ايه؟ راح حضرتك ساعتها كان في مشكله واثنين وثلاثه واربعه. كان في مشكله اربع مشاكل ورا بعض. بسبب طب عبد الخالق. كتبت ايه؟ ما ممكن تكون مبني عليه. نجيب هو اول ما ناصر شاف محمد في الخناقه فمسك الكرسي وضرب. طب هل ناصر ضرب حد تاني غير اخوه؟ مفيش اللي هو بس ده سين. وهل من ثمة اعتداء اخر، او هل من ثمة اعتداء صدر من المتهم الاول على اخر من احد اطراف المشاجره؟ يعني هو الوحيد اللي ضربه ناصر هو اخوه؟ ايوه جيم لا، هو ما ضربش الا اخوه. سين. ولماذا؟ وما سبب؟ وما سبب قتل المتهم الاول من شقيقه حسب ما جاء اخوه؟ انت ليه قلت ان هو قاصد يموته ومش قاصد؟ دي خناقه، ما ممكن يرفع مطوه يضربه، ممكن يرفع كرسي، اي حاجه عليها في وشه هيضربه بيها. هو كان في المطار ساعتها، في ايه؟ مطار فين المطب ده؟ رب الصادرين، رب الصادرين في نفس الشارع بتاع خالد. راح هو راح قبض الكرسي، راح ابويا نزل ورئيس ايوه. ايه علاقة المطب بالموضوع يعني؟ انت اول ما قلت هو مطب انا قلت خلاص، يعني جبت ايه اللي علاقة هو المطب؟ نزل بقى عليه بالكرسي في دماغه. انا بسألك سؤال، انا بسألك، بقول لك هو قاصد يعوره في دماغه ولا يموته؟ قلت لا يا عشان يموته. ايه اللي خلاك قلت كده؟ عشان هو ما ظبطهاش السنة اللي قبل اللي فاتت. جيم نوهاله له يعني. جيم علشان هو هو كان مطلوب نوهاله السنة له، اللي ما فاتت. تسمع بقى بالراحة. جيم عشان هو كان نوهاله من المرة اللي فاتت. وما تفسير ذلك؟ لا فسر لي الكلام، انت ايه السنة اللي فاتت دي؟ السنة اللي فاتت كان في تربيطة حضرتك، كان في ايه؟ كان في تربيطة يخرب بسبب بيت ابن أم حمد. التربيطة، ايه التربيطة دي؟ بسبب ابن حمد. بسبب ايه؟ ابن حمد وقع، بلال ابن حمد. ابن حمدي؟ يا ابني بلال انت ابن حمد. بتكلمني على الاشخاص كما لو كنت انا اعرف مين حمدي ده. بس يا بس يا حمد مين حمدي ده طيب؟ خالد، ده خالد، ده خالد. ايه علاقته بناصر؟ واخد من واخد من بتاع النار، واخد عبد الله، واخد من بتاع النار، واخد من خالد عبد الله، واخد من حمد، واخد من حمد عبد الله. طب ايه علاقته بمحمد اللي مات ده؟ ما هو فعلا سعيد اخويا اللي بيتلقى عبد الله ده ابن مين؟ بتاع النار. مع عبد الله اللي هو المتهم الثاني. بتاع النار. عبد الله ده يعني ايه علاقته بالموضوع؟ واخد هند بنت حمد. بنت مين؟ بنت لا حمد. احنا بنتكلم على السنه اللي فاتت، انت بتقول في تربيطه من السنه اللي فاتت، اسمعوني بس. تربيطه يعني ايه تربيطه؟ يعني عبد الله يعني ناصر مبيت النيه من السنه اللي فاتت عايز يموت مين؟ ايه بقى عايز يموته ليه؟ قول لي بقى. متغاظ منه. ليه متغاظ منه؟ متغاظ منه مش عارف يعمل معاه حاجه. ايوه ليه برضه؟ ايه اللي ما بينهم عشان يربطهم؟ عشان بسبب برضه ايه حضرتك، بسبب العيال برضه. بسبب ايه؟ بسبب البنت طب ايه اللي حصل من السنه اللي فاتت؟ حصلت خناقه ولا حصل ايه؟ حصل خناقه.
جه من السنة اللي فاتت حصلت خناقة